لا اله الا الله. لكن الغلاف قاعد كويس بس هاي الغلاف حاجه غريبه. دي كلهم كويسين. دي شنو السكريبت اظن في كل شيء، الاكسسوار، الديكور، الازياء، الموسيقى، كل الحاجات. ده كان اللوكيشن سكاونتنج يعني. هو ده تمساح من اللوبة عن اللقطات. يعني تقريبا الفيلم كان جاهز، أو كشوري كان جاهز للشغل وبدينا. تم الانقلاب العسكري وأوقف العمل في الفيلم. بقى من الفيلم هو صور دي ما فيش حاجة. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب السوداني الأبي الكريم، إن قواتكم المسلحة المنتشرة في طول البلاد وعرضها ظلت تقدم النفس والنفيس حماية للتراب السوداني وطونا للعرض والكرامة. ابن الكلب ده مكان عايز يودينا في داهيه.